يكون عم شاشتر في زون لبنان، رح يكون معكم بحلقة جديدة من حلقات بأكل. هنا وسهلا فيك هدى، كيفك اليوم؟ يوم صنفنا هو بيتزا بالخضار. شو بدي لهالبيتزا بالخضار؟ بدي طحين 400 جرام للعجينة، زيت زيتون 25 جرام، وزيت نباتي 50 جرام. يعني العجينة عم بعجنة بزيت نباتي مع نص زيت زيتون، نص الزيت العادي. بدي ملح نص ملعقة صغيرة، سكر ملعقة صغيرة، وخميرة كمان 3 ارباع ملعقة صغيرة أو نص ملعقة صغيرة. نمزجهم كلهم سوا مع بعضهم، نضيفهم شوية مي، يفضل تكون فاتنة بتطلع أحلى العجينة، بكون أحسن. نعجن العجينة منريحها نص ساعة، بعدين منمدها منحطها على صينية مدهونة شوية زيت. منعمل الصوص لإلها من بصل ناعم، من ثوم ناعم مقلب زيت الزيتون، بندورة نص كيلو، بشيل الراس والكعب منهم، بطحنهم على الآلة الكهربائية، بضيفهم عليهم، برجع بضيف لإلها زعتر أوريغانو، زعتر وأوريغانو، زعتر بري وزعتر عادي. في ناس بمحل الزعتر البري فيها تضيف حبق، ما في أي مشكلة. هلا بالنسبة للزعتر انتبهوا شوي، اوقات بتلاقوا بالسوق زعتر مع سمسم، ما في مشكله، بتنخلوها بالمنخل الصغير وبصير السمسم لوحده، وما في مشكله تركتوها معه، بس في حال ما بدكم، لانه مش معروف البيتزا مع السمسم، بننخلها بالمسفايه الصغيره وبتكون كل شيء على ما يرام. الصوص بنحطها فوق العجينه مع زيتون اسود واكيد الاوريغانو والزعتر العادي، ملح بهار ابيض. بعدين بنخبز العجينة نص خبزة بقلب الفرن، بنكبسها بالشوكة شوي صغيرة منشان ما تقب، الفرن بيكون حامي. بعدين بحط على جهة أرضي شوكة مقطع، على جهة تانية بحط بروكلي، على جهة تالتة بحط هليون يلي هو الأسبرج، على جهة رابعة بحط الفطر. الزيتون بفرم شوي منهم بحطهم بقلب الصوص وشوي بوزعهم، برش عليها كلها سوا ذرة، برجع شوية جبنة، يعني جبنة قبل شوي وجبنة فوق الخضار شوي صغيرة، بحط بزينها بشرحات من الفليفلي الأسود، الفليفلي مع زيتون الأسود داخل البيتزا وعلى وجهها. بعدين منفوتها على الفرن لتستوي مزبوط، منشيلها ومنقدمها. دايما منقلكم ألف صحتين. رح نبلش بالأول بالعجينة، الطحين منضيف عليهم ملح شوي صغيرة بكفي، خميرة 3 ارباع ملعقة صغيرة، كل النواشف، سكر كمان أكتر شوي ملياني تساعدها لتطلع معنا العجينة. خلطيهم شوي مع بعضهم. هلا في ناس بحطوا حليب بودرة، بنصير بغير طريقة، زيت نباتي وزيت زيتون، نمزجها مع بعضها لتاخد بعضها مزبوط. بهالوقت بدك تسخن مي شيف ولا مي عادي؟ سخن مي، سخن شوية مي، تسخن نتفة صغيرة. بهالوقت كمان بقلم بندورة، منشيل راسها وكعبة ونتحضر منشان الفرم. تكون هدى مزبوط فركتهم مع المواد الدهنية وحمت شوي صغيرة الماي. خلاص بكفي ماي؟ بكفي، يعني دغري ما نعرف انه الماء ممنوع تكون سخنه كثير، لانه يعني اذا سخنه كثير شو بيصير؟ بتموت الخميره. هي قصه هي دخلته فيها ايدي نظيفه، غسلت انا وخصوصي مثل بندوره قبل، يكون مش لابس كفوف، بعد للعشره بكل سهوله ما بتحترق، معناتها هاي الماء الفاتره. نعجنهم
خلاص ما بدش بقى. نعم. تاخذ بعضها. بهالوقت انا بنحط على النار كسرولة مع شوية زيت، بس مش هدور النار إلى الأفرم البصلي، شوية زيت زيتون، هات لرشلك شوية طحين من الطحين يلي بدون رق فيهم. نفرم بصلي ناعم، منيح يا حاطيكي ورقة نايلون حطي عليها ومنغطيها، يا حطها هون قريب للفرن تطلع معي بسهولة أكتر فوق الفرن. هلا هون شايف بدك تعمل الصوص. هلا البندوره انت قطعيهم بهاي، كون انا فرمت البصل بتحمي النار وبناخذ اتصال. الو الو الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا فيك. مين معي؟ جورج ايوب معك. اهلا وسهلا فيك خي جورج. بدي اعزبك بس مش هاخذ من وقتك. بخاطرك قول بس شو بدك. بدي الكبة بالصينية، فينا نعملها بالكنوة؟ بالكينوة؟ بدي البرغل يعني. لا ليش بدك تسويها؟ اللي شو الهدف منها؟ بس هيك عم جرب، انا بعملها دائما بالبرغل. جرب بتزبط. تزبط. ايه. العيار زيت وكل شيء زيت. بس بتصير الكوست لها اكثر، يعني بدك تنتبه. اذا بدك تبيعها، واكيد يمكن في ناس بيقتنعوا منك انه اذا سويت الكبه بالكينوا يشتروا منك اكثر. في ناس بتمشي شوي مع الدقاي زياده. بس انا بقول لك بالبرغل منيحه ومفيده وصحيه ومغذيه وجميع تقريبا العناصر الغذائيه موجودين فيها. بس ما في مين عم تسويها فيها بتسويها. ما اذا بدي بيعها بدي بيعها للعائله، انا مش رح بيعها لبرا. للعائله يلا مشيها مره بس. مع البرغل طيبه، بس على طول تسويها من الكينوا لا مش معك انا، بس مره هيك بيمشي الحال. طيب يعطيك الف عافيه، عزبتك. تكرم عينك، اهلا وسهلا فيك. بس شايف ما قلت له ليه انت مش معه؟ مش معه لانه ما فيها زياده غذاء، فيتامينات زياده عن البرغل. وسعره غالي، يعني ال 400 جرام حقهم شو 11000 ليره، كيلو البرغل ب 2500 ليره. شفتي ليش مش معه؟ يعني حرام يدفعوا مصاري بغير محلها يعني، بس هيدي. اوكي، لكن هلا انا هون بخلطها. خلص. عنا البصل عم يتقلى. على القهوة نشهل فيها. كمان بناخذ اتصال. الو الو بونجور شيف انطوان. الو الو بونجور شيف انطوان. بونجورين، يا اهلا وسهلا. كيفك؟ ماشي الحال، انت كيفي؟ شيف انطوان عمل معروف، شو هالحلقة الحلوة كانت مع وسام. تسلمي تسلمي، هاي من معزتك. الله يخليك. لأنك بتحبي للشيف أنطوان، بتشوفي الحلقة حلوة. إيه لا أكيد، مين ما بيحبه للشيف أنطوان. تسلمي تسلمي. أعمال معروف، بدي أسألك لأنه أنا عم بعمل النمورة عم تطلع معي كتير، يعني كيف بدي أقول لك، عم تطلع فارضة مش عم تطلع معي. فيك تعطيني العيارات بالكباية إذا بتريد من بعد أمرك؟ إيه بس فيك تقولي لي شوف لك وين المشكلة، إذا بديك قولي لي شو كيف عم تسويها شو الكمية. أنا بحط مثلا أوقات ثلاث كبايات سميد خشن، أنا بعملها بسميد خشن، وبحط لها كباية سميد ناعم. ما بتحطي أبدا لا سميد ناعم ولا جوز الهند؟
بلا وبحط جوز الهند ناعم، بحط سميد ناعم وبحط جوز الهند كباية وكباية سكر وبيكن باودر وشو اسمه وسمنة ملعتين ثلاثة سمنة وحليب. طيب انت بس طعمي طيبي بس عم تحسيها مفلسعة عن بعضها مش هيك؟ ايه هي شو عم تعمل؟ عم تفرض. عم تفرض؟ ايه. انت قديش عم تحطي سميد قديش عم تحطي طحين فرخة؟ نعم. قديش كمية السميد لكمية طحين الفرخة؟ كباية واحدة. كباية واحدة طحين فرخة؟ ايه. اوكي، القطر قديش عم تحطي سكر عم تحطي له مي؟ ثلاث كبيتين سكر كباية مي شيف أنطوان. ايه ما بيكفوكي ها. لا انه بعمل اكثر يعني كبيت اربع كبيات سكر واثنين مي. واثنين مي، استعملي كباية وربع مي. نعم. او كباية وثلث. للأربع كبيات سكر بيطلع معك السكر شادد أكثر العطر وهيك بيشدها للنمورة أكثر. طيب المقادير مظبوطة؟ مظبوطين. مش عاطلين مقاديري. وخليها أنت عم تحطي خميري وبيكون باودر مش هيك؟ نعم. أوكي، لأنك مش عم تستعملي لبن بس بدك تحطي لها شوية حليب بودرة. حطيتي لها حليب بودرة؟ أكيد حليب بودرة، بحط لها ملعتين حليب بودرة شيف أنطوان. أوكي، لكن خلي القطر يكون اسمك شوي بيمشي الحال. يمشي الحال. ميرسي كثير كلك زو. تكرمي تكرمي، لانه بالسوق يعني منيحه هيك ثلاث كبايات خشن وكبايه. ايه منيحه. اوكي نعم. اوكي حبيبي، تكرم عيونك. اهلا وسهلا فيك. تكرمي. هلا لنوسع شوي، منجيب صينية اللي نخبزها فيها ونحط لها شوية زيت نباتي. اتصال شيف. ومناخد اتصال. ألو. ألو بونجور شيف. بونجورين، يا أهلا وسهلا. معك مدام أسمر من جزين. أهلا وسهلا فيكي مدام أسمر. بدك تعمل معروف سامعة بأكل مش حلو، هو مهدوية. شو اسمها؟ مهدوية. مهدوية نعم. ايه فيك تعمل معروف تعطينا الرسالة تبعولا؟ ليكي أنا مثلك شرحولي إياها مرة بالزمان بس رجعت نسيتها. الصراحة منيحة، هي حلو مناطقي هايدي. يلا بسألك عنا وبجاوبك بخاطري. اوكي مرسي كتير. مرسي. تكرم عيونك بخاطري. مرسي. باي بخاطري. باي. انا مرة سألوني عنا ورجعنا نسيناها لانه دايما الانسان لا بينسى. لنذكركم بشغلة كتير مهمة، كل شيء بتحضروه قدامكم ما بتنسوه، بس كل شيء بتسمعوه اذا ما بيرجع يمشي على الاذن تبعينكم تسمعوه مرة تانية وتكرار عدة مرات ترجعوا تنسوا. شاف من بعد الثوم رح نحط البندورة. ضيف البندورة. هون مش بدنا نار قوية. بتجمع. بخلطهم من بعضهم. بنفرم شوية زيتون أسود بقلبها. بنخلي شوية للزيت. نحن حاطين شيف بالروسيت زعتر، رح نحط كمان بالصوص. ايه بس الزعتر بدنا ننخله. ايه شوي خليه يبرد. اوكي اوكي. هلا يعني زيتون خليه يبرد نتفه صغيره بس يغلو. حطي ملح وبهار. نرجع الزعتر والاوريجانو والزيتون من بعد ما نشيله عن النار بنضيفه لإلهم. ياخذ كمان اتصال. الو. كل عافية شيف انطوان. الله يعافيك. طمني عنك. ماشي الحال يا اهلا وسهلا. انت ملك الشيشه. تسلم تسلم، خلي لي اياك. الله يخليك. شيف انطوان عملت مناطب بس طلع معي حد ومر. مر لانه غالي كثير الشلش الحلاوي.
او عرق العصلج قليه كثير على النار. ما لازم نغلي نص ساعة. هو بيغلي، هو بيغلي نص ساعة مع ميته، بعدين بك تغلي المي لوحدها. ايوه بك ترجع تغلي المي لوحدها. اذا كان عندك مثلا لتر بده يصيروا كباية وثلاث ارباع، بس المي لوحدها بتغليه معه نص ساعة بس. اذا بتغليه على نار كتير قوية وبتضل مع العرق ساعتها بيطلع طعمة مرورة. ايوه وبعدين من بعد ما يصيروا كباية وثلاث ارباع بتصفيهم. اهم شيء بك تنتبه انه ترجع تحطه بالبراد ليروق ويكون مسقع قبل ما ترجع تحطه بالآلة الكهربائية تشتغل فيه. طيب شكرا كثير بخاطرك. اهلا وسهلا فيك. ليش ما بتعملناش يوم مباشر؟ ليش لا، بخاطر عيونك. الله يخليك، شكرا كثير، تكرم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يلا لنمد العجينة، صارت منيحة العجينة، طلعت شوي، حطيلها من ميلة فوق، نوسع لها شوي الفرن الطاولة، اعطيني الشوبك. منرش رشة طحين خفيفة، منحط العجينة بالوسط ونبلش نرقها، ونحن عم نرقها منتوقف مع محطة إعلانية ونتابع حلقتنا دايما لكيف صارت العجينة كتير منيحة. منمدها ونتوقف مع محطة إعلانية عبر شاشة تلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان. بس نمدها للعجينة، بشيل الزايد منها على الطاولة، على الطاولة بهالشكل. بقفى السكين. هلا أول مرحلة بالشوكة بعملها هيك، هلا هون شايف نحن بنقول في منهم بحطوا حبوب بالحمص حمص العجينة. هيدي مش بالبيوت. ايه هيدي بالمطاعم. اوكي بس بنقول ايه لا لنفسر لي، لانه بالبيوت بده يكبون الحمصات بيزعل لمرة وحدة، بده يكبون حرام خسارة. اما بالمطاعم يلي بيشتغلوا كتير بيتزا وشغلات من هالنوع بيشيلوا 2 كيلو لهالشغلات هيدي وبيستعملون شهر ما بيأثر، بحطون الحمص ما بيخليها تعلى، يعني هذا هو الهدف، الحمص ما بيخليها تعلى. يلا شيلي لي الطفي عن النار، خليها تبرد شوي، خليها تبرد. انا عم شيل شوي طحين عن الطاوله لفيها نشتغل بالبيتزا بالحشوه بالصوص. شوبك ما عش بدي اياه، وهل كان فيها العجينه، ومناخد اتصال جديد. الو 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 بونجور. بونجور بونجوريني، اهلا وسهلا فيكي. من معي أنتوان. ماشي الحال؟ منيح وحياتك. ما عرفت كيف سويت عجينة البيتزا، ما عم تزبط معي ابدا. منزبطها، عم تطلع سميكي وما بتمد مزبوط. رقيقية شوي. نعم رقيقية بالشوبك انتو عم تشتغلي فيها، او خبريني كيف العجينة عم تسويها عندي. شو هي المكونات اللي حطيتها؟ انا حطيت طحين 400 جرام، 400 جرام، خميرة نص ملعقة صغيرة. شو هي خميرة؟ نعم نعم. ملح نص ملعقة صغيرة. نعم. سكر ملعقة صغيرة. نعم. زيت نباتي 50 جرام. زيت نباتي 50 جرام. 50 جرام يعني تقريبا فنجان قهوه. وزيت زيتون 25 نص. زيتون، زيت زيتون، زيت زيتون 25. 25 اوكي. هلا شوفي شو بدي اعمل. حليب مي، شو مي شوي صغيري. زعتر، هاوس زعتر اشتريتهم فيهم سمسم. نعم. مش ضروري تعقدوا الامور، بتحطون. أيوة. وبتنخلوا الزعتر والسمسم مع بعضهم، بيضل السمسم وبينزل الزعتر. انا بهمني عجينه البيتزا. العجينه اعطيتك اياها. ايه هلا عم نكمل الحشوه،
ما بدك الحشوي؟ بتريحها للعجينة قبل ما تطرقها؟ نعم بتريح العجينة قبل ما نعم تطرقها. تريح نص ساعة أقل شيء نص ساعة نعم نعم قول بالحشوي هلا عم شوفك شو عم تعمل ايه مرحية ممنون ريحناها وحطيناها شوي فوق الفرن لا اختمرت بشوي بسرعة أكثر تكرم عينك مدام وأهلا وسهلا فيكي بحط شوية ماي لأسلق البروكلي دقيقتين على النار بدك اياها على النار ايش هيدي هون حطينا زيتون أسود منشيل العجينة يلي هي بالفرن شوي حطيناها نشفت شوي صغيرة منحطها هون حطي لي شوية صوص حطيتي ملح وبهار أبيض أكيد يلا حطي لي صوص هلا فينا نغمق اللون إذا بدنا بشوي صغيرة معجون بندورة معجون أو رب البندورة وفينا نتركها فريش طبيعية هيك مثل ما هي طازة بعد بعد حطي اثنين ملعقتين ركض بيروح بعد يلا منحط هالصوص على كامل عجينة البيتزا معنا على الكامل بدي ما الجوانب نزيد شوي بعد شيف زيد شوي هون بدسة ملعقة وهون ملعقة بتطيع أكثر هون شوي يب خلص بس شاف وقت نحط هالقد أشياء بالبيتزا وين بدها تطلع العجينة ايه بس نحن نشفناها شوي ايه. أول ما حطيناها كانت بتطلع هلا لا ما عادش تطلع هلا في شيء بيطلعها بس بالاول نشفناها شوي يلا بنفوتها على الفرن نرجع وبهالوقت ببلش احضر انا الحشوات الباقيه الحشوات الباقيه عندي فطر عندي فلايفلي للزيني قطع شوية فلايفلي ما بدي كتير للزيني هيك ساعتها العلوج إذا حدا ما بيحب الفلايفلي بشيلها بس نحن بنكون عاملين شكل حلو والزينة حلوة على وجهها للبيتزا بس تغلي الماي ما نقطعها شايف للبروكلي بدي اقطعها شوي للبروكلي نعم وفيها اذا بدي احط رونديل بالنص بنحط واحد بالنص هاي زينتنا البروكلي نحضرها بهالشكل نخفف شوي من أغصانا وبنسلقها على النار بماء مغلي دقيقتين برجع ببردها دغري بالماء نسقعها منشان نحافظ على لونها الأخضر هلا البيتزا هي بالفرن هوا ماش بدي لقلهم طحين هلا بدنا نحضر الشامبينيو والأرديشو كمان هلا هوا بدنا بس نشيلها والكل بدنا نضيف لها زيتون الأسود
هاي للنص. الأرضي شوكي بقطع شرحات رقيقة. هلا بشيلها بالسكين وبحطها مثل ما هي هاي بهالطريقة عليها. هون قطعنا بيجي للفطر. بنقطع الفطر الطازج. ما حدا يلاقي بالجنينته فطر ويخمنوا انه هذا الفطر يؤكل. في اكثر من 800 نوع من الفطر السام موجود، وفي انواع عديده من الفطر يلي يؤكل، وكلهم في عليهم اختبارات. منشان هيك مش حيلا شخص بيلاقي فطر بيقول هذا منيح صالح للاكل. ما حدا يستعمل فطر من الجنينه دغري او من الحقله او من اي مكان ما بيعرف مصدره. شاف خلصوا الدقيقتين طبعا. نعم يلا بردي لي هون. برد البروكلي تحت الماء البارد لنحافظ على لون الأخضر الحلو. هاي الفطر خلص. منجيب العجينة اللي هي بالفرن عم تنخبز، منطلعها. شايفين كيف نشفت الصوص عليها؟ بحط عليها الزيتون المفروم. رشون رشين ايدك بين فيه رشين رش ينرشوا على كامل البيتزا. هلا قبل الكل ضيف شوية جبنة مبروشة. ليه؟ بدي خلي الخضار تلزق فيها، تلزق بالجبنة. شوي صغيرة مش كتير. بجيب سكين كبير أو سباتول. قلنا هودي نشيله مثل ما هني هيك، وبصير حطهم على فرد اتجاه الأرض الشوكي. بكبسهم، برجع بشيلهم حطهم هيك. بكبسهم وبحطهم هيك، وهودي بحطهم هيك. هون استعملنا أرضي شوكي، هون فطر،
هلا هولي بيدبلوا بالفرن ما تشوفون كتار. هون بحط الهليون هلا شاف اذا كنا جايبين هليون اخضر بدك تسلقيه بدنا نسلقه 7 دقائق على النار من بعد التقشير بيتقشر بنحطه 7 دقائق هلا بتعطيني شوي البروكلي عملي معروف حطي لي هون هون شايفين كيف بيصير على ال بقطع الوحدة بالنص حطها بهالشكل بروكلي هلا برجع بضيف عليهم شوي الذرة برجع بفوتهم على الفرن قبل الجبنة كمان بدي اياه هون تدبلها يدبل هالفطر وقبل الجبنة نفوتها على الفرن بعد نفوتها على الفرن بعدين بنشيلها بنحط الجبنة ومنزينها دغري بالفلايفلي والزيتون يعني هتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان تابع حلقتنا دائما عبر شاشة التلفزيون لبنان هلا عجينة البيتزا مع الخضار صارت بالفرن هلا بدنا نحط على وجه الجبنة حطينا شوي صغيرة من الجبنة داخلها بس لتكمش هلا منرش الجبنة عليها بدك ترشهم شاف ايه؟ اوكي لابس كف لهالخصوص انا بجيب لك الزيتون يلا زيتون اسود وال والفلايفلي بضل مبين من تحت اي نوع من الخضار اللي بده يشيل بالاول وطلع على باله يمكن من اي نوع يشيل بيشيل منه او بيقسم قسمين هو ورفيقه يلا بنحط زيتون بحط فلايفلي بالاول هاي بالنص ما بده فلايفلي بيشيل مثل ما قلنا فقط للزينه الفلايفلي تعطيها لون خضار أحسن ما تضلها وحدة زعلاني كيفهم بهالشكل مشان عجقلها كتير كم حبة سودة من الزيتون بهالشكل عليها وحد الفلايفلي كمان 4 حبات نرجع ندخلها على الفرن يا ست هدى ملي معروف فوقيها على الفرن سخنة؟ سخنة ايه أنا أفتح لك الفرن مليانه هلا صار ما بقى بدها كتير لأنه لا يصير حطينا مرتين بالفرن أول مرة وقت حطينا العجينة أو 3 مرات أول مرة وقت حطينا العجينة لوحدها
وشكشكناها للعجينة بشوي من بالشوكة منشان ما ترفخ. تاني مرة حطينا صوص ودخلناها مع الصوص كمان شوي. تالت مرة حطينا جبنة وحطينا الأرتيشوكي الفطر الهليون، والهليون الأخضر هو بيروح معه أكثر من الهليون الأبيض، وحطينا معه البروكلي المسلوق دقيقتين. برجع بكرر مش ناي معنو البروكلي بضل يتاكل مقرقش بس أطيب. أول شي لونه بيعطي خضار أكثر وقت بيسلق دقيقتين وسقه تحت الماء البارد. تاني شي بيكون نضج شوي لأنه الضلع تبعه شوي قاسي، مش الزهرة، الضلع تبعه وقت بيسلق دقيقتين أنا برجع بحطه بالفرن بيكون بعده، لأنه ما بضل بعده عم بيكمل نضجه هو موجود بقالب صينية البيتزا بالخضار. برجع بحط جبنة على وجهه، بنزين بقطع من الفلايفل الصغيرة بشرحات من الزيتون الأسود، وصار في بقلبه زيتون، يعني أنا الزيتون بس شلناها الصلصة من الفرن، رشينا عليها زيتون مفروم ناعم حطينا عليها، وإذا بردت الصوص فينا نحط الزيتون ونخلطه مع الصوص. اثنين صح مثل ما أنتوا بدكن، فينا هاي نسويها وفيها هاي نسويها بيكونوا مثل بعضهم، يعني هاي هن الشغلات اللي بتكون موجودة. لأ منشوف رح وياكم مقادير بيتزا بالخضار. لنكون طلعت البيتزا عنا شوية أسئلة من جمعة الماضية رح نبلش نشرحها. المقادم دائما بالمقادم في بكعبة من تحت، بكعبة في بيت شعر، بينجاب سكين بينقص هيك جانبي وهيك جانبي ليطلع معنا بيت الشعر كامل، وهذا ضروري نشيله. هاي أول شغلة قبل ما نعمل شي بالمقادم. تاني شي من نولع الغاز أو على فحم أو نار، وبدي شوشت كل الشعر والوبر يلي موجودين بالمقادم، بحط ورق ألمنيوم بغلق باب المطبخ يلي بيروح على الصالون أو غرف النوم، بفتح شبابيك وإذا كان عندي بالكون بفتحهم لشوشت المقادم. من بعد ما شوشت المقادم فيي افركن شطفن وافركن برماد مع الحامض أو بالطحين والحامض، كل واحد حسب ما بتوفر عنده. برجع بقول من بعد ما نشوشت المقادم منحفها بالسكين محل ما شوشت، برجع بفركن إما برماد والحامض أو الخل أو بالطحين والحامض أو الخل، كلهم صح. والملح شف لحظة هون الطحين ليه؟ بيبيضها وبيبدو يشيل منها رواسب الوبر، يعني بس نحط الطحين أو رماد عم بيشيل رواسب الوبر مشان ما تضلها تحت اللحم. بعدين بيتشطفوا 3-4 مرات بالماء النظيف الحلوة، بينحطوا بطنجرة على النار بالماء العادية تطلع زفرتهم، من شيلها مزبوط لزفرتهم. من بعد ما تنشير زفرتهم مزبوط هون في حلين، إما بشيل الزفرة مزبوط وبضيف مواد عطرية بصلة جزرة ورقة غار وقرفة كبشة قرنفل وضلوع بقدونس، أو بغليهم 5 دقايق من بعد ما شيل الزفرة، كب الماء عنهم، كب الماء عنهم، بغسلهم، برجع عم بجديد بحط لهم ماء نظيفة وبرجع بحط لهم المواد العطرية. 2 صح، كل شخص حسب ما بده، بس شرط انه أول مرة كمان نكون شايلين الزفرة مزبوط. لحظة شايف يعني حطيت مرتين مواد عطرية؟ يعني لا كبيناهم أول لا مرة. لا إما منحط منشيل الزفرة ومنحط مواد عطرية ومنتركهم 2.5 ساعة ليستووا، أو بغليهم 5 دقايق بلا مواد عطرية، بلا مواد عطرية مع ملعقة خل بس، بشيلهم بغسلهم، نرجع بنحط المواد العطرية، بغسل الطنجرة برجع بضيف لهم مي جديدة، برجع بحطهم على النار، برجع بضيف لهم هون بضيف لهم المواد العطرية هون معش بدها خل، وبغليهم تقريبا 2.5 ساعة يمكن يضلوا 3 ساعات. ليش بتختلف مقادم عن مقادم بالنضج؟ بدنا نعرف ليه. أوقات منجيب 8 مقادم 2 منهم في ريحة، هو عم قول في ريحة. خلصت البيتزا.
عجبتك؟ في اثنين منهم قاسين ما استووا، هوديك هر العظم عنهم لنعرف اذا استوت العضله تبع القصدي بعملها هيك بتكون حلت عنهم غير الكعب، معناتها انه استوى، هوديك ما استوى. اما في شغلتين بتكون مقادم ماعز اقسى، او بتكون لخروف عمره كبير، يعني مثلا الخروف هوديك ذبحون عمرهم سنتين، خروف بيناتهم كان عمره 4 سنين، او كانت انتاجي يعني مخلفه عده مرات وعمرها بال4 سنين، بتكون هيدي متركها بنفس المي وقت اكثر من شان تستوي. من بعد ما تستوي وخالص تكون سالق حمص، تقدم المقادم مع زوم منها مع شويه حمص على حدا، بيتقدم زيت ثوم حامض يلي بده او حامض من شان يعصر عليهم، ومنقول لكم فينا نعملها فتت مقادم كمان ساعتها مع رز وحمص ولبن متوم وخبز محمص، وبيكون معنا المقادم لكم صحتين. في عنا كمان الأخطبوط. الأخطبوط أول شيء الأخطبوط منجيبه منغسله قبل ما نقطع في شيء، بقطعه قطع بطول القطعة شو 2 سنتي مش أكتر، ميلة الإيدين الرفاع يمكن أعطيها 3 سنتي بس ما تبقى 2 سنتي. بحط بصل جوانح على النار مع شوية زيت زيتون أو مخلوطين زيت زيتون وزيت نباتي، ضيف منهم شوية ثوم، ضيف منهم الأخطبوط المقطع بقلبه، برجع بضيف له كزبرة خضرة ضلوع وورق مع بعضهم بقلبه معهم، بغطيه ما بحط معه أبدا ماء، بغطيه على نار خفيفة وبتركه على نار خفيفة حوالي 20 دقيقة. هون في حلين، بشيل شقفتين من الأخطبوط بدسهم، إذا لقيتهم نضجوا معناتها هالأخطبوط ما عمره أكثر من نص سنة، يعني 6-7 أشهر استوى خلص ما عادش بده شيء، بعصره حامض وبظبط ملح وبهار أبيض وبشيله. في حال لقيتها قاسي معناتها الأخطبوط عمره أكثر من سنة ونص وسنتين قاسي، هون بتطل ضيف قليل من المي، قليل من المي والملح والبهار، وارجع اتركه على نار هادية عم بجديد حوالي نص ساعة 3/4 ساعة ليستوي، بشيله بقدمه بارد، منقلكن عطول ألف صحتين. وما ننسى انه بآخر شيء ضيف لإله عصير الحامض. شو عنا بعد؟ بعد صيادية. صيادية صيادية أصولا تتساوى بالسمك الكامل منشان نعطي نكهة طيبة، منشان رز الصيادية ومنشان صلصة الصيادية البني. بجيب السمكة بغسلها مزبوط، بحط على ورق زبدة شرحات حامض، بفرك السمكة بالملح والبهار أبيض، بحط شوية زيت على أول ترنشات حامض، بحط السمكة عليهم، برجع بحط ترنشات حامض على السمكة وبحط كمان شوية زيت إما نباتي أو زيت زيتون، بلفها بورق الألمنيوم أو ورق زبدة وبعدين ورق ألمنيوم الأفضل، بحطها بالفرن على فرن حامي لتنضج تقريبا. إذا كان وزنها للسمكة نص كيلو بدها بحدود 25 دقيقة ونار قوية، إذا وزنها كيلو بدها تقريبا 45 دقيقة، إذا كان وزنها 3 كيلو بدها تقريبا 90 دقيقة ساعة ونص. بشيل السمكة من الفرن، بشيل عنا قشر الحامض وبرميه، بشيل قشرة جلدة السمكة بحتفظ فيها، بشيل هبرة السمك بحطهم بوعي على حدا مع قليل من المي أو من ميتهم، والحسك والجلد والراس كمان بفقيه اللحم بحطه معهم، والحسك بحطه على حدا، بقلي بصلي على النار، بصلتين على النار، بس يتقلوا البصل ويصير لونهم أشقر غامق بشيلش نص الكمية بحطها على حدا منشان استعملها بالتزيين، والباقي بضيف منه حسك وجلد وراس السمك بقلبه معهم، ودغري بضيف معهم جزرة ورقة غار عود قرفي كبش قرنفل عرق كرات ضلع كرافس أزافي، وبحط لهم حوالي 1.25 لتر مي، بغليهم على النار أقل شي نص ساعة. وقت اللي بدي ساوي الرز
فلفل، بحط الرز على النار مع شوية زيت زيتون وشوية زيت نباتي، بيتحرك، ضيف أنا الرز بحركه، بضيف منه كراوية للرز، شوية ملح، شوية بهار أسود، وبضيف لإله مية السمك والبصل. برجع بقول مية السمك والبصل، وبطبخ الرز ليطلع الرز لونه بني بمية البصل والحسك. برجع بدي أعمل صلصة بنية، بحط شقفة زبدة أو نتفة زيت، بحط فوق منهم طحين، بحركهم على النار ليصير لون الطحين أشقر، بضيف فوق منه كمان منزوم السمك شوي شوي، وبحركهم ليصير عندي صلصة ناعمة، بحط لها كمان شوية كراوية، شوية بهار أسود حلو، شوية ملح، وشوية عصير حامض. بعمل كمان طاجن عند التقديم، بسكب الأرز بجاط، بحط فوق منه قطع السمك، بزين بالصنوبر والبصل اللي قليتن على حدا، بيتقدم الصلصة البنية، الطاجن اللي عطول بعلمكن ياه، وبتتقدم سخنة الصيادية. ومنقلكن ألف صحتين. ست هدى، نحن منشكرك على معاونتك على بيتزا بالخضار يلي فعلا صنف كتير بشهي وطيب. حلقتنا لليوم انتهت، منحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان، ونشوفكم بحلقات جديدة، وبقلكن باي باي.